خارج افغانستان على الغذاء الجميل اللي هو طبعا موجود في الشرق الاوسط القائم استراتيجيه الاعلاميه والعلاقات العامه. دوري انا رئيس مؤسس لمجموعه العلاقات العامه والاعلام الخليجي. هذه مجموعه خليجيه اسست من ثلاث سنوات في عام 2015. مجموعه شارك تانك والحمد لله رب العالمين تحول من الواقع الافتراضي للواقع الحقيقي. وهذه اول ثمرات يعني مؤتمر يعني في مصر دولة شقيقة وبحضور الإقامات الموجودة وبحضور أيضا مدير عام إعلام علاقات الشركاء في الإعلام تحت الأوروبا. دورنا اليوم طبعا راح نعرف مجموعة خليجية جمعت كثير من مدراء الإعلام والعلاقات العامة في الخليج. تمتاز بإقامات يعني معروفة وإقامات معروفة على مستوى القطاعات الخاصة والقطاع العام والقطاع الخاص. بنيت على معايير وأسس ولوائح تبني هذه المجموعة بشكل اضطراري وشكل واقع وشكل هادف. وأقيم قبل أسبوع أو أسبوعين أول لقاء للمجموعة. قامت المجموعة جمع جميع مدراء الإعلام العلاقات العامة والاجتماع يعني في حي الخبرات في الرياض منطقة الرياض عفوا. جمعت المدراء للتعاون على بعض وتطوير البنية بشكل هادف وبشكل إيجابي. المجموعة هذه طبعا كلمة مع الدكتور طارق مشكور مع دكتور اليوم على الجمعة وعلى المؤتمر وعلى الجوائز اللي راح الكل اللي راح ينالها من خلال هالمجموعة من خلال المنظمة. المجموعة طبعا راح تعمل دورات وراح تعمل لقاءات مستقبليه على جميع مستوى الخليج. وفي كثير يعني راح يستخدمها